يا سلمى، عشان الدكتور نبيل يقول عملي، عشان برضو احنا كتير بنظلم وبنخلط بين ابن امه اللي هو عنده تعلق شديد بيها، او يعني تعلق مرضي بيها ان هي متسلطة وهو منساق، وبين الولد البار بأمه. الولد البار بأمه ده يعني رزق حلو ان البنت أو تتجوز، بيبقى باين اكيد، إن هو لكن ضعيف. اللي هو الضعيف والام متسلطه ده كارثه. انت كنت عارفه الترقي؟ عارفه افرق. لا، هو كان باين جدا في المعامله. يعني بصي، اول حاجه ما يوم ما طلعوا يتفقوا على الخطوبه وعلى قرايه ساعه قرايه الفاتحه، مامته كانت قاعده بتتكلم في كل حاجه. هو بابا كان ضعيف الشخصيه، مامته كانت قاعده بتتكلم في كل حاجه، هي اللي بتقول هنعمل وهنسوي وهنجيب وعايزين وعايزين وعايزين. خلاص، دي اول حاجه. انا ما عنديش مشكله ان الست مثلا هي جوزها ضعيف شخصيه في البيت، فما تجيش تطلعيها عليا انا، دي مش لا، هي مشكله. عايزه انت كمان تبقي زي دي مش دي مشكلتي طبيعه عشان انا مش زي شخصياتك يعني. يعني مش زي عندكم يعني. ايوه، هي بتبقى تركيبه شخصيه. طب ايه طب تاني؟ وانت في تجربتك التانيه؟ تجربتي التانيه، ده هو بصي، ده جه قاعد مع بابا، فكان كل شويه يستاذن بابا يروح التواليت. فبابا كان بيتكلم في عارفه التليفون. اللي هو يتكلم في بابا. بابا مشي وراه تالت مره يعني، راح لبابا المكتب، بابا مشي وراه تالت مره يعني، هو في ايه كل شويه؟ لا، بيتكلم في التليفون بيقول لمامته اقول احنا ايه ما قلنا اقولش كذا ايه؟ وعملنا كذا، اعمل ايه بقى؟ يا خبر ابيض. لا، ده طب بقى انت يا جاي ليه دكتور، يا ده حبيبي؟ تعلق مرضي او هو ضعيف شخصيه؟ لا، ضعيف شخصيه طبعا، في الغالب ضعيف شخصيه، في الغالب مش ما بيقدرش حتى يتكلم من غير ما ايوه، يستاذنها. بيستشيره طب في انا كل لو حاجه. خلينا نبقى متفقين مع بعض، هنقول وانت عارفه مثلا انه الشخص ده، قبل بس ما تكملي يا مفيده، انت عارفه انه الشخص ده بعد شويه لما هيتجوز هيبقى عامل ازاي؟ بيبقى عامل كده مع مراته. هيبقى انا بقى معناته هو ده كده. سؤالي اللي كنت بالظبط. جاي اقوله لك. لو طلع ان ست بنوته اتجوزت ولد ضعيف الشخصيه، وهي كانت من الذكاء ان هي تبقى فاهمه ان هو ضعيف الشخصيه، وتبتدي هي تقوم واخده سحبه ايوه، الموضوع، السيطره. هي اللي تقيد، تبقى قائد لحياته، ده ينفع يتعمل؟ هتبقى مصيبه. هيحصل لا، ايه ده بقى؟ مش حاجه لانه حلوه، لانه مش حاجه هي حلوه هتبقى خالص. هتحس بان عندها طفل صغير بتربيه، ايوه، مش حاجه حلوه خالص، هيبقى عندها طفل مش زوج، مش شريك حياه، وهتعيش في معارك كمان يعني. ولا مش هيعرف يساعدها في اي حاجه. هي هتبقى طول الوقت، سيبك من المعارك، هي انتصرت في المعركه وحصلت على هذا الطفل الكبير وبقى جوزها. طب ما بتحبه بتحب ايه؟ بتحب طفل. ما هو الطفل يعني، لو ده حصلت مشكلة هقف انا فيها، امال فين الراجل مش اللي قادرة، معايا؟ مش هيقدر يساعدها، هتحس بوحدة شديدة وعجز. هي تبقى فرحانة في الأول إن هو بيسمع كلامها وبيعمل كل حاجة هي عايزاه، بس بعد شوية هتحس طب بعبء شديد. لو ولما هي هتيجي تخلف يا مفيدة، هتخلف إزاي؟ وهتربي عيال إزاي؟ ومين اللي هيسد معاها؟ طب لو هي اخدت هذا، هل ممكن يعني انها تاخد الراجل ده ضعيف الشخصيه وتبتدي تنمي تروح تعالجه فيه؟ بقى، لا، هي نفسها تروح تعالجه تنمي يعني. فيه ليه حل؟ ان فاهمة؟ هو يبقى بياخد قرارات ينفع وتديله. ينفع، بس دي ينفع؟ حاجة مرهقة طب جدا.